أهلا بكم مشاهدينا الكرام في آخر ملفات حصادنا الإخباري وعن الأزمة السورية. العودة إلى الوطن تمثل حلما بالنسبة للاجئين السوريين، وبات الحلم حقيقة للكثيرين بعد الانتصارات المتتالية للجيش السوري على التنظيمات الإرهابية في البلاد واتفاقيات الهدنة التي أبرمت مع فصائل المعارضة المسلحة. وبالطبع المنظمة الدولية للهجرة رصدت في إحصائية لها بدء عودة أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، حيث كشفت عن عودة أكثر من 600 ألف نازح، وذلك خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام فقط. بعد سنوات من الشتات والتشرد بعيدا عن أرضهم وديارهم بسبب الحرب التي فرضت عليهم ودفعتهم للهرب بحياتهم وأطفالهم بعيدا عن قصف الطائرات وأزيز الرصاص وذوي المدافع، وبعد أن تحولت منازلهم إلى ركام وصبغت أرضهم بلون الدم، عاد آلاف السوريين إلى بلدتهم يحتمون بالوطن الذي شعروا بمرارة الاغتراب عنه. 5,500,000 لاجئ سوري ينتشرون في بلدان العالم حسب إحصائيات الأمم المتحدة، بعضهم يعيش في مخيمات على الحدود، وآخرون سمح لهم بالعيش والاندماج في دول اللجوء كمواطنين عاديين بعد أن هربوا من بلدانهم حينما اختطفت سوريا تارة باسم الثورة وأخرى باسم الخلافة المزعومة. أنا بفترة ما كان بدهم يفوتوا داعش على المنطقة، أنا فليت قبل ما يفوتوا على المنطقة بفترة قليلة، يعني ما كانت كان عم يعملوا مجازر ومصايب، أنا فليت كرمال هيك يعني وطلعت من المنطقة. وبعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة السورية على الإرهاب، وفي ظل اتفاقيات التهدئة التي وقعتها فصائل المعارضة المسلحة في دمشق، صدعت المساجد بالآذان ودقت أجرس الكنائس في البلدات السورية التي عشش فيها الإرهاب لأعوام ستة. أولئك حبطت آلاف السوريين الذين ارتحلوا بحثا عن الأمن حتى لو داخل قارب متهالك لم يجدوا مكانا يضع رحالهم سوى وطنهم، فمنهم من عاد ومنهم من يحلم بالعودة عما قريب، وهو ما أثبتته المنظمة الدولية للهجرة التي أشارت في تقرير لها إلى أن عددا متزايدا من السوريين الذين نزحوا من منازلهم بدأوا بالعودة إلى ديارهم مع عودة أكثر من 600 ألف نازح خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مشيرة إلى أن أكبر عدد من العائدين من الخارج كان من تركيا ثم لبنان والأردن والعراق. الحياة تدب من جديد بين أطلال المدن السورية، والسوريون يتدفقون إلى بلداتهم يتحدون الموت والدمار ليزرعوا الركام بحب الوطن. ولمزيد من إثراء الحديث أكثر حول أوضاع اللاجئين السوريين والعودة إلى أرض الوطن، معنا مباشرة الكاتب والمحلل السياسي السوري دكتور نادر مصطفى. مرحبا بك دكتور نادر. يعني هناك ارتباط وثيق الآن يرتبط فيما بين إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين إلى أرض الوطن، جاء ذلك يعني بعد عدة أحداث أخيرة منها الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، وعلى الجانب الآخر اتفاقيات الخاصة بخفض التصعيد. كيف ترى هذه الاتفاقات وهذه الانتصارات في المساهمة بشكل كبير للعودة إلى أرض الوطن؟ بعد هذه بدء يجب أن أؤكد على الحقائق التالية. أول حقيقة أن السوريين الذين ذهبوا إلى بلاد بعيدة قادرين على العودة في رحلة العودة لأنهم يملكون الخبرة ويملكون الفكر والرؤية في تجديد الوطن العربي السوري. لا خوف على السوريين، فدائما هم يبدعون. فكما ذهبت جوليا دومنا الحمصية مع زوجها سيبتاموس سيفاروس وبنوا إمبراطورية رومانية كبيرة جدا وطوروا القانون الروماني الذي لا يزال يستعمله العالم إلى الآن. لا خوف على السوريين. الحقيقة الثانية أن السوريين عرفوا المؤامرة الكبرى التي خدعهم بها المؤامرة الصهيونية بتمويل قطري وتجسس تركي لأبعد حدود
التجسس وقالوا لهم أن اخرجوا من بلادكم وسوف نزيل بشار الأسد بعد فترة قصيرة. وهذا طب لم انطلاقا من هذه النقطة دكتور نادر، يعني بعد تكشف هذا الحديث يأخذنا للحديث أكثر بشكل تفصيلي عن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا المتواجدين داخل مخيمات كثيرة ليست يعني بشكل كما وعدهم الرئيس التركي بعد مغادرتهم أراضيهم الأراضي السورية. هذا الماسون الكبير أردوغان خدع السوريين وسرق المصانع من مدينة حلب ومن مدينة إدلب، خدعهم بمؤامرة كبيرة، وأول شيء كان يشكك بالقائد بشار حافظ الأسد وبالنظام وبنظامه، ومن ثم انطلق إلى التشكيك في الجيش العربي السوري. وكان هذه الحملة يقوم بها الجزيرة، قناة الجزيرة، عندما شككت بكل رموزنا القومية في مصر، في العراق، في الجزائر. هذا الاختراق الآن نستطيع بعد أن تعرفنا على هذه المؤامرة أن نقول أن الانتصار قد تحقق في القلوب. وعندما الانتصار يتحقق في القلوب فهو أول بداية للانتصار الكبير والعودة بسلام إلى الوطن سوريا. نعم دكتور نادر، لا تخافوا يعني على السوريين. نعم، وضع اللاجئين السوريين يختلف من دولة إلى أخرى ومن دولة عربية إلى دول أخرى أوروبية وأجنبية، فلتحدثنا أيضا عن يعني أوضاع اللاجئين السوريين سواء كان في الدول العربية المضيفة وفي الدول الأجنبية، إذا تحدثنا عن دولة ألمانيا ودولة مصر في عجالة. في مصر الأخوة السوريين جاءوا ودخلوا البيوت المصريين ومحلاتهم وعملوا مع إخوتهم السوريين بلا أدنى تحيز وأدنى عقبات أمامهم، عاشوا مثلهم مثل المصريين. أما في كل البلاد الذين ذهبوا إليها عاملوهم معاملة العبيد وكانوا يبيعينهم. وهذا أردوغان قد باع السوريين إلى ألمانيا وإلى الغرب بأبخس الأثمان، وقبض على ترحيلهم إلى أوروبا الكثير من المليارات الدولار. وأقول بكل صراحة أن كل السوريين الذين الآن يعيشون في أوروبا أصبحوا ضمن كامبات أو معتقلات لا يستطيعون التحرك. قيل أنملا. المحلل السياسي السوري دكتور نادر مصطفى، نشكرك جزيل الشكر، وحلم العودة إلى أرض الوطن بات قريبا، نشكرك جزيل الشكر. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي ملفاتنا لهذه الليلة، ولن يتبقى إلا التذكرة بأهم العناوين. أول تعداد إلكتروني في مصر، نقل عملاق للتخطيط للمستقبل ورسم السياسات التنموية. في مؤتمره العام مستقبل وطن، ينتخب أشرف رشاد رئيسا للحزب بالتزكية. بعد انتصارات الجيش العربي السوري، ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين لمنازلهم بعد سنوات من الشتات. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام على رأس كل ساعة. إلى اللقاء.